السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلاً وسهلاً بكم مشاهدينا الكرام لاستعراض لأهم ما كتبته الصحف لهذا اليوم. والبداية من وكالة أنباء رويترز في تقرير إخباري عن آخر التطورات حول التحضير لمؤتمر جنيف والتحركات الدولية في هذا الإطار. جاء فيه: دعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يوم الأربعاء في طهران الدول المسؤولة إلى التحرك حتى يفضي مؤتمر السلام الدولي حول سوريا في كانون الثاني إلى نتيجة. وقال لافروف: مبادرة جنيف 2 مدعومة من المجتمع الدولي ومن قرار دولي، وعلى دول المجتمع الدولي أن تطبقه. وأكد الوزير الروسي أكثر من مرة أن إيران لاعب أساسي في تسوية النزاع الذي أوقع أكثر من 126 ألف قتيل خلال 33 شهرا. وقال لافروف: إن مؤتمر جنيف 2 المقرر عقده في 22 كانون الثاني يجب أن يجسد نص جنيف 1. ويشار إلى أن لافروف موجود في طهران منذ الثلاثاء لإجراء محادثات تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني وبملف سوريا التي تدعم موسكو وطهران نظامها في الحرب ضد مقاتلي المعارضة. وخلال الاجتماع الأول في جنيف في حزيران 2012 اتفق المشاركون على مبدأ عملية انتقالية سياسية يقودها السوريون وعدم اتخاذ قرار بشأن دور الأسد. وأكد النظام والمعارضة في سوريا مؤخرا عزمهما التوجه إلى جنيف، لكن يبدو أنهما يختلفان بشدة حول الدور المخصص للأسد. وترى دمشق أن الأسد سيقود المرحلة الانتقالية في حال التوصل إلى اتفاق في جنيف، لكن المعارضة ترفض مشاركته في هذه العملية، كما ترفض المعارضة مشاركة طهران في جنيف 2، فيما يرفض النظام السوري مشاركة الرياض بدوره. قال وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف أن طهران مستعدة للمشاركة في المؤتمر دون شروط مسبقة. من جانب آخر، دانت دمشق ما وصفته باللهجة التحريضية لبيان مجلس التعاون الخليجي الصادر يوم الأربعاء، والذي دعا إلى سحب كل القوات الأجنبية من سوريا وإلى رفض مشاركة الرئيس بشار الأسد في مستقبل البلاد. وهاجمت وزارة الخارجية السورية في بيان نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا دول الخليج، وخاصة النظام السعودي الذي ساهم ويساهم بشكل أساسي في سفك الدم السوري وتدمير الدولة على حد قولها، معتبرة أن تباكيهم على معاناة الشعب السوري ما هو إلا دموع تماسيح. وجددت دمشق التأكيد على أن الحل الوحيد لما يجري في سوريا هو حل سياسي يصنعه السوريون وحدهم، واعتبرت أن تورط حكومة بعينها في الإرهاب الدولي المنظم يشكل سابقة لا نظير لها. وكان قادة دول مجلس التعاون قد دعوا إلى انسحاب كافة القوات الأجنبية من سوريا في إشارة ضمنية إلى حزب الله وإيران وميليشيات عراقية، وأدانوا في بيان صادر عنهم استمرار نظام الأسد في شن عملية إبادة جماعية ضد الشعب السوري بحسب البيان. وشدد المجلس على أن أركان النظام السوري الذي تلطخت أيديه بدماء الشعب السوري يجب ألا يكون لهم أي دور في الحكومة الانتقالية أو مستقبل سوريا السياسي. كتب علي الأمين مقالا في صحيفة شفاف الشرق الأوسط تحت عنوان حزب الله في سوريا منعش الإسلام التكفيري، قال فيه: أعتقد أن أعداء حزب الله مستاؤون من قتاله واستبساله على الأراضي السورية، لا بل هم يزدادون بهجة كلما سمعوا أن حزب الله حقق مكسبا عسكريا على هذا المحور أو ذاك، وبات هؤلاء اليوم مطمئنين أكثر من أي وقت مضى للقوة العسكرية التي يمتلكها هذا الحزب أو ما يسمى فائض القوة الذي سيصرف مع القوة نفسها في المدى السوري. وظيفة التعتيم التي يمارسها الإعلام الغربي على الكارثة الإنسانية في سوريا تتم عبر تسويق أن سوريا ليست إلا ساحة اقتتال بين فصائل الإرهاب القاعدة وحزب الله، أو بين الإرهاب السني والنظام الدكتاتوري. ويضيف الأمين: يدرك حلفاء النظام السوري قبل خصومه
أن أي تسوية حقيقية للأزمة السورية سيدفع بشار الأسد وجوده كنظام ورئيس ثمنا لها. لذا فإن فرص بقاء هذا النظام لا تتحقق إلا باستمراره وفيا لآلة القتل ولوظيفتها التدميرية. ما دام أن الحاجة لهذه الوظيفة مستمرة سيبقى النظام السوري قائما بقوة بسبب الدعم الخارجي وبشرط القتل والتدمير. الوظيفة هي معركة الإرهاب، وهي عنوان مطاط تورط الكثيرون في تبنيها كما يقدم على مائدة السياسات الدولية. فالإرهاب في التعريفات والملفات الدولية والأمريكية هو تنظيم القاعدة وأشباهه، ولا يعني في هذه التعريفات أن من يقاتل القاعدة أو التكفيريين هو ليس إرهابيا. وبالتالي لا يعني على سبيل المثال للحصر أن استبسال حزب الله ضد القاعدة وأقرانها من الجماعات الإرهابية يمكن أن يزيل عنه تهمة الإرهاب. الإرهابيون يتقاتلون في سوريا إذن، وهو قتال لن تكون نتيجته غير الكارثة. فليس في هذا العالم من هو مستعد لأن يستنقذ القاعدة من براثن حزب الله، ولا أن يذود عن حزب الله في مواجهة القاعدة أو التكفيريين. ويختم الأمين بالقول: فعلا اللبنانيون اليوم يريدون لحزب الله أن يبقى في سوريا، كل بحساب. أما الشكر فمتروك لدى الكثير من اللبنانيين إلى يوم ينجح حزب الله في مهمة صعبة أو مستحيلة، وهي استنقاذ نفسه وطائفته ولبنان من الرمال السورية. فعلا نجح النظام السوري حيث عجز الآخرون. كتب عبد الله الهدلق مقالا في جريدة الوطن الكويتية تحت عنوان هزيمة مؤكدة للحزب الإرهابي الفارسي، قال فيه: صاعدت الهجمات التي استهدفت متمردي حزب نصر الله الإرهابي الفارسي ومجرميه منذ تورطه في الصراع الدامي في سوريا ومساندته للسفاح المجرم بشار الأسد. وبرزت مجموعة من أعداء الحزب من أنصار السنة التي تهيمن بشكل متزايد على الثورة السورية، أغضبها تحالف الحزب مع بلاد فارس، إيران ونظام بشار الأسد المجرم، وإرسال الحزب لمتمرديه وميليشياته لقتل الشعب السوري وإبادته. فقررت تلك المجموعة وبشكل محترف ومدبر ضرب ذلك الحزب الفارسي الإرهابي في مقتل واغتيال أحد مجرمه وإرهابيه حسان اللقيس ببضع رصاصات أردته قتيلا بعد إطلاقها عليه من مسافة قريبة قرب مسكنه الواقع جنوب العاصمة اللبنانية بيروت. وقد اختارت جماعة أنصار السنة ذلك المجرم دون غيره ليغتالوه لعدة أسباب، منها أنه كان لاعباً رئيسياً في مجموعة ميليشيات حزب نصر الله منذ تشكيلها قبل 3 عقود وحتى تدخلها الراهن في الصراع السوري مساندة لبشار الأسد المجرم. أيضاً كان يدير شبكة اتصالات الحزب ويشرف عليها بحزم وقوة، وقد عمل في مجال تأمين أسلحة استراتيجية للحزب ولعب دورا مهما في حصول الحزب على صواريخ بعيدة المدى استهدفتها إسرائيل مرات عدة لوقف نقلها من سوريا إلى لبنان. ويتحمل المسؤولية المباشرة عن مذبحة بلدة القصير السورية الاستراتيجية التي شارك الحزب فيها النظام البعث النصيري الأسدي في قتل الشعب السوري. ساهم أيضا في تأجيج التوتر الطائفي والصراع المذهبي بين السنة والشيعة في لبنان، وكان أول من حرض دجال المقاومة حسن نصر الله على افتراءاته باتهام المملكة العربية السعودية بأنها وقفت وراء التفجير الأخير الذي استهدف السفارة الإيرانية في بيروت. ساهم في إمداد الحزب بمعدات وأجهزة كالمناظير الليلية وأجهزة الكمبيوتر وكاتمات الصوت والصواعق والعجائن المتفجرة C4 من كندا وكوريا الشمالية والصين وغيرها. وبالانتقال إلى صحيفة ياني شفق، حيث كتب الكاتب علي نور كتلو مقالا تحت عنوان الكرسي الصامت والتساؤلات المؤلمة للأمة، جاء فيه: تطرق الكاتب إلى فعالية الكراسي الصامتة التي نظمها منتدى رابعة الدولي في أنقرة أمس
تخليدا لذكرى ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في مصر وسوريا والعراق وميانمار وتركستان الشرقية، حيث جرى كتابة أسماء ضحايا على كراسي فارغة مع عبارة لو كانوا أحياء كانوا سيجلسون هنا. ولفت نور كوتلو إلى مقتل أكثر من 200,000 شخص في العالم الإسلامي في غضون العامين الأخيرين، مستشهدا بأسماء ضحايا على غرار أسماء البلتاجي. وأضاف نور كوتلو: بأي ذنب قتل هؤلاء الأبرياء؟ إنه السؤال القديم لجغرافيتنا وديننا، لماذا مدننا تبكي دماء؟ لماذا يقتل أشقاؤنا باستمرار؟ ما هذا الذل؟ ما هذا الألم الذي لا يفارق بيوتنا؟ ولماذا توجد فوضى وظلم وإرهاب وعنف وموت في بلداننا؟ وتساءل الكاتب: لماذا العالم الإسلامي مجزأ رغم كل هذه الأمور؟ والأمة منقسمة، وروح الأخوة مفقودة، والخلافات المذهبية تظهر على السطح، وصراعات الجماعات الدينية. لماذا القاتل والمقتول مسلمان في العراق ومصر وباكستان؟ كيف للمسلمين أن يكونوا على هذا القدر من الحقد والكراهية والميل للعنف؟ وأضاف نور كوتلو: عندما نتحدث عن مصر وسوريا نظن أننا في تركيا بعيدون عن هذه المشاكل التي تعاني منها الأمة. علينا أن نراجع أنفسنا، لماذا الجماعة الدينية منقسمة إلى هذا الحد وتتعارك مع بعضها البعض؟ ما الداعي للشجار بين الحكومة والجماعة في إشارة إلى أجواء التوتر بين الحكومة التركية وجماعة فتح الله جولن؟ وأشار الكاتب إلى أن الأسئلة المؤلمة للأمة لا تنتهي، وهي أسئلتنا وتنتظر إجابة منا، ولا داعي للنظر إلى الغرب والأعداء والآخرين. علينا أن ننظر إلى أنفسنا أولا، مشيرا إلى أن المحاسبة بشأن غياب شقيقنا الذي دون اسمه على الورقة في الكرسي الصامت تبدأ أولا في أنفسنا. وشدد الكاتب على ضرورة أن نوجه هذه الأسئلة المؤلمة يوميا لأنفسنا وعلى من في محيطنا، متابعا: ماذا فعلت من أجل شقيقك الشهيد الذي كان اسمه مدونا على الكرسي الصامت؟ ماذا فعلت من أجل الأمة؟ أعزائي المشاهدين، وبالانتقال إلى موقع حبرلار الإخباري الذي نشر بيانا عن الأمم المتحدة بعنوان الأمم المتحدة برد إليكسا يهدد آلاف السوريين، جاء فيه: عبرت ليزا أبو خالد من المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة يوم الأربعاء عن قلقها إزاء مصير آلاف الأشخاص الذين يعيشون في أكثر من 200 مخيم غير رسمي في شرق لبنان وشماله. وتعمل المفوضية على مدار الساعة لتأمين مستلزمات الشتاء بما فيها من أغطية حرارية ومبالغ مالية من أجل الحصول على وقود للتدفئة. وأوضحت أبو خالد: نحن قلقون لأن البرد شديد في منطقة البقاع، ونحن قلقون خصوصا على اللاجئين الذين يعيشون في خيم، لأن بعض هذه الأماكن تفتقر إلى الحد الأدنى من الحماية. في بلدة عرسال الحدودية مع سوريا والتي تستضيف عشرات الآلاف من اللاجئين السوريين، غطت طبقة من الثلج الأرض وأحاطت بمئات الخيام المستحدثة هنا وهناك. وقال عضو المجلس البلدي في عرسال وفيق خلف: هناك برد قاس، درجات الحرارة تدنت خلال اليومين الماضيين إلى ما تحت الصفر خلال النهار. وأضاف أن اللاجئين السوريين يرتجفون من البرد، لا سيما أولئك الموجودين في الخيم. اجتاحت المياه العديد من الخيم، وهناك نقص في المازوت الذي يتدفؤون عليه. وأشار إلى أن الجهات التي تقدم المساعدات، لا سيما الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية نرويجية ودنماركية، تستمر في تقديم المساعدات لكنها غير كافية، داعيا إلى بناء غرف من الإسمنت للاجئين لأن لا حل غير ذلك. وتتوقع مصلحة الأرصاد الجوية أن تستمر العاصفة المسمى إليكسا التي تضرب لبنان حتى يوم الجمعة على الأقل، وأن تهطل الثلوج على المرتفعات التي تصل إلى أكثر من 500 متر.
وأقفلت اليوم المدارس في كل أنحاء لبنان خوفاً من تداعيات العاصفة بناءً على قرار من وزارة التربية، كما أقفلت المؤسسات العامة والخاصة في المناطق الجبلية التي قطع الثلج طرقها. أعزائي المشاهدين، كتب غازي دحمان مقالاً في صحيفة إيلاف تحت عنوان مشكلة الأقليات أم أن الأقليات مشكلة؟ قال فيه: يتكشف المشرق بعد سنوات طويلة من التشكل الافتراضي الكياني على مجموعة من الجذور الثقافية والديموغرافية التي لا تربط بينها سوى جسور واهية يسر تفكيكها والعودة إلى الواقع الجذوري في أي لحظة، في حين تبقى استراتيجيات العزلة والتأهب للصراع بمثابة خلايا نائمة قابلة للتفعيل في أي لحظة. لقد كشفت الأزمة السورية زيف ذلك الوهم وحررته من كل المحسنات التي طالما تعود المشرقيون التخفي خلفها والاكتفاء بالتأكيد على صلابة انسجامهم ورقي وعيهم. فلم يكن صدفة عدم انخراط الأقليات في الثورة، ولم يحصل حتى نوعا من التوازن بين تأييدها للنظام وتأييدها للثورة. ولعل أغلب التحليلات التي تحاول إيهام الآخرين بأن السبب يعود إلى خوف الأقليات من بطش النظام لم تكن سوى تقية ذرائعية، حتى يمكن القول أن الأقليات شاركت أصلا في صناعة الوهم الإسلامي، وأنها منعت شبابها ونبذت الناشطين من بيئاتها ثم اتكأت على هذه الخديعة لتريح ضميرها تجاه المأساة التي راحت تتفاقم على جسد الوطن. ويتساءل الكاتب: متى تطمئن الأقليات؟ تلك إشكالية ستبقى معلقة مثل كل قضايا المشرق وإشكالياته الأخرى. ألم يعلق الخلاف السني الشيعي ل1400 عام ثم يصار إلى إعادة تفعيله مؤخراً؟ كثيراً ما يجري الحديث عن إعادة صياغة العقود الاجتماعية وإعادة تشكيل الدولة الوطنية على أسس جديدة، وتصير هذه الأخيرة الضامنة الأساسية لمواطنيها. لكن يبدو أن هذا النمط من الحلول غير مؤهل للإقامة في المشرق. بالأصل فإن الدولة بمختلف مستوياتها لم تكن موجودة في التعاطي السياسي الداخلي، ما كان موجودا هو إدارات للنهب والإخضاع ليس أكثر، وفي أحسن الحالات شكل من أشكال إدارة المحاصصة والنهب الطائفي، تماما كما هو حاصل في العراق ولبنان. بهذا أعزائي المشاهدين تنتهي جولتنا في حديث الصحافة لهذا اليوم، لنا موعد بعد غد إن شاء الله. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.